حصر العطاش مطلع بلد ما فيه ما يقدر يسكن. جبروا البهمانية وهلاذين، بهمانية وهلاذين تجبر بهم الناشي. الكبش الحق 70 و75، العز تلحق 85، العز تلحق 85، وحيال الحق 22، تحتاني 18 و19. سيب ارتفاعهم شنو؟ ها؟ الارتفاع شنو؟ ما عنده ارتفاع، والحيوان ما عنده زمن يقعد تعب. سعر الحيوان واعر، البل واعر والغنم واعر والبقر واعر، ما في الشماء واعر، واللي نعانوا منه هو شيء قالوا ما عادنا قطرة نقلون من بعيد. ونعانوا هون من قلة الحش اللي هون منه ما علينا علينا، هذه التجارة اللي جوا هذا نعانوا احنا منه، هاو النقط نعانوا منه. ونعانوا من قلة الظل، شو الكتات اللي في الحيوان اللي في الشماس ما ما ما, ما رأينا شي نعدلوا به ظل. وهذا بعد هو اللي نعانوا منه، السوق تبارك الله واسع وشارك الناس، ولا كيف انهم اللي دخلتوا الناس او قايلين احنا لانه لا لا يعود سوق زين يا غير يعاني من هذا. قال له ما هو فيه محصر العطاش مطلع بلد ما فيه ما يقدر يسكن. هذا اسمه. وهذا بعد هو اللي نعانوا منه، ما هو ما شاء الله الشيء ثاني. قال ما هو هذا حش واعر ينباع لنا واعر هو. هذا جاءنا اتفاف وطعاف من دور حد يعاوننا من مولانا يعاون كل شيء. قال ما خالك شبه وقال نوم في العيون هنا تياف المربع سداخة وقاعد لكل شيء يجيبوا لنا مدارة ونسرقوا هنا يوم يلا يعني روحة نسرقوا يوم ما نسرقوا له. وكنا مصدرين الجلود هون واخوا عنا اذن الجلود نقبوه ونسرقوه ما عارنا حتى تصدرهم يا القصوان. احنا نضروه تعيننا وعيننا مولانا وعينك ان شاء الله انها تعدل نحيل الشركة توفر لنا الجلود توخذوا منا قدر راوا منهم شيء استفادوا منا ولما لا خارج لا مولانا هاو جلود نضروا نبصر عيود تصدر عنا شلود. ما هو شخر لا هون شي قال يزاهد الله في عنده 10000 الله عنده 20 الله التمويل تفات تلقى حد يعاونه يعاونه التمويل يعاونه قاعد لا سلف شي تقال به هي الله هاي تيفاية وجاي من البادية وكيف الناس علمنا التيفي ولا انا رايش ونزور حد يعدل لنا رواية ما هنو لا يصورنا يشوف صورتنا يعدل لنا رواية فيها نتيجنا هذا السوق عالم السوق وعجل وخسر كان هي ما من البيوت خاسرين والله ما هو فيه ياسر ابنه خاص خاص ثم اللي الحش يا الله يوفر حي الحيوان والماء ايه يا الله مثلا هذا من خصوص الحيوانات والدقه قالبنا نختار الدوله تعاوننا تعطينا الماء تعاوننا بالماء تعاوننا بالشيء مسلختنا شبابات هي ما فيها خطرتنا هذا وغاطين جمهوريه ثانيه غير طاقه تجيبون لنا ويجيبون لنا كم؟ والله لا تعبوا شلون ما عندنا فتان شوف قاعد الشاف ولا عندنا سب الليل لا روحوا للعيار صيام كم؟ مرة مرة عيار صيام عيار صيام ولا عندنا شي ليلة احنا ما لنا راي الشيء ولا اللي جاي منين يجي اليوم يقول نقدا لا يمشي كان الحيوان يعني منين يجي قدا يلحق القلم قاع وعر لك من العراق والبل والله لا واعر والبقر والله البقرة ولا اللي هذيك 100 و400 البقرة هون ثاني ما وتحتان 250 وجدع 90